وبدلة النادي الأهلي الهجمات، والنادي الأهلي جاب هدف في طبعا الدقيقة 8، ده سهل المأمورية على النادي الأهلي، إنما يمكن حصل بعدها على طول في الدقيقة 16 و22 إصابتين وتغيير اضطراري، يمكن ده دي إصابة منهم. والحقيقة الصورة دي يا جماعة يعني واخده هتاخد ترند اعتقد الفتره اللي جايه على الفيسبوك. كابتن حسام عاشور كابتن النادي الاهلي هو اللي قاعد بيحط تلج بعد اصابه سعد سمير وخروجه من الملعب، زي ما حضراتكم شايفين حاجه محترمه جدا. هو ده النادي الاهلي، هو ده اسم النادي الاهلي. والحقيقه بما اني بقى بتكلم على موضوع النادي الاهلي او بنتكلم في اطار النادي الاهلي، خليني اقول لحضراتكم